من الطريفه ديال الفاس كان كيمشي غادي الفاس كيمشي عامر كيجي خاوي صنت لي الله يرضى عليك يعني الكار مثلا غادي يمشي من عامر ضرب عليها انت حاسبه ياك غادي قطع عليك 80 درهم غادي يرجع خاوي شحال غادي تولي طاهي غادي واحد غديك 40 درهم يعني غادي ب 40 درهم فاس وجي ب 40 درهم فاس شكون اللي رابح انت اللي رابح ماشي الكار لا خليك حنا كيقطعوا 80 درهم ما كيزيدوش الشريط ها هي قدامك انت الاول في امك كتعترض بان قطعوا 80 درهم 16 100 باش قطعت يعني ماشي 100 درهم لا ماشي 100 هي الطريفه ديالو راه 100 ازدادوا عليك وريني ازدادوا عليك قلت لك فاش جيت انا قالوا لي 100 درهم وقت اللي كتكون الميزانيه يعني ما كتكونش الحركه كيديكم 60 درهم 50 درهم حتى 40 درهم واحد العام اسلي تفضل خذ فاش جيت قالوا لي هما 100 درهم علاش قالوا لي 100 درهم في الاول انا غير بلاتي غير بلاتي فاش جيت الكريشي سبتو عامر كنقول ليه كيقول لي اجل هذا اللي كيقطع برا واخا ماشي مشكل هذا السيد قطع عليك هذا بنفسه ياك غير بلاتي شحال قطع عليك خليني نكمل راه ما بغيناش الناس سميتو لا نضروكم لا غير فهمتي هذا الوقت شوف هذا شوف هذا راي عام عليا وعليك على كلشي حتى حنا داكشي اللي بغينا قبلت الوضعيه وتقبحنا الوضعيه داكشي اللي بغينا حنا ما شوف حيت نتوما تكذبوش وحنا ما نكذبوش صراحه كتكذب امام العام اي حتى نتوما راه انت عندك الحريه التعبير الله يخلي محمد السريج حط لنا الحريه تعبر كما بغيتي الله ينصرو حتى حنا داكشي اللي بغينا شوف اشرين الدستور راه من حلينا من حقك من حقك ولكن خاصك تعرف واحد القضيه ونهضر داكشي اللي كنشوف بعيني اي فهمتي شكون حبسك قدام الناس انت داكشي اللي كاين باش حق قطعتي انا قطعت 80 درهم السلام عليكم راه الطريفه ديالي هي هذيك ما زاد عليك ما نقص عليك اذا فاش زادوا عليك هاد الناس انت كنت يزادوا عليك فاش زاد عليك الزياده انا فاش جيت انا قالوا لي 100 درهم